قراءتك لهذه الأحداث السيناريوهات القادمة حسب تقديرك أستاذ؟ الرئيس قيس سعيد لديه هاجس الصلاحيات منذ اليوم الأول. بل أنا عندي معلومات معناه من أصدقاء مشتركين يقولوا أنه كان عنده هاجس الصلاحيات منذ فكر في الترشح لرئاسة الجمهورية، ولكن أرى أنه هذا الهوس بالصلاحيات المطلقة وبالقوات العسكرية والأمنية إلى غير ذلك لا يتفق مع وجود مشروع حقيقي للتنمية أو للتغيير. يعني مجرد أن تكون حاكما مطلقا هذا لا يعني أنك قادر على أنك تحل المشاكل التنموية الكبيرة مثل ما يتوقع المواطنون. يعني على سبيل المثال إذا كان القياس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كانت معه مؤسسة عسكرية تمتلك ثلثي الاقتصاد وبيده أن يحركها، وقد أخذ العهد والميثاق عليها أن تقف معه. كذلك موقع مصر فيما يتعلق ب معناها القضية الشرق الأوسط، القضية الفلسطينية، ودور مصر الذي يجبر بعض القوى للتنازل لها، وكذلك السند الخليجي الكبير إلى غير ذلك. ولهذا هو دخل مغامرته في الانقلاب على الشرعية الديمقراطية بكل هذه العناصر. رئيسنا إن شجع على هذا المسلك فإنه ليس لديه لا مؤسسات ولا موارد مالية ولا شيء بمقدوره أن ينجح مهمته في معناها إعطاء بديل للناس. أعتقد أنه بمجرد أن يتعمق قليلا في العملية السياسية التي بقي بعيدا عنها سيعيد حساباته. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنا كما قلت معناها هذه لحظة فارقة ومفصلية للقوى الديمقراطية الحقيقية. يجب أن ندافع عن استكمال الانتقال الديمقراطي، يجب أن لا ترعبنا الشعبوية وأن لا ترعبنا أو تخيفنا القوى المطالبة بالردة. تونس يجب أن تذهب في الاتجاه الصحيح للتاريخ وهو اتجاه الديمقراطية والتنمية الشاملة والمستدامة. هذا ممكن، ولو توفرت للديمقراطية الفرصة الحقيقية لاستطاعت أن تنجح في صناعة التنمية. هناك أشياء، هناك مطالب معقولة يجب أن نناقشها. يعني يجب إحداث بعض التغيير في النظام السياسي، يجب إحداث كثير من التغيير في النظام الانتخابي، يجب أن يعني كما يقال أن نكبس البراغي، أن نكبس البالونات نتاع نظام مرخوف ماهوش واضح في منح المسؤولية متاع الحكم لأغلبية واضحة تتحمل المسؤولية وتتحمل محاسبة الشعب وتتحمل مراقبة الشعب. هذه محنة كبيرة نمر بها، ولكن أنا أؤمن بأنه داخل كل محنة ثم منحة يجب أن ننتبه إليها.